أهلاً أعزائي المشاهدين من الأراضي المقدسة الجميلة تحت أشعة الشمس المشرقة، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح. إحنا ما زلنا في تعليم يسوع المسيح في عظته على الجبل. أنا موجود على جبل عالي من الجهة الغربية لبحيرة طبرية، ومثل ما شايفين البحيرة هي طبعاً 212 متر تحت مستوى سطح البحر، وشايفين البحيرة مثل صحن، وبتشوفوا الحدود الجبلية من كل النواحي. وطبعاً من الجهة الشمالية منطقة جبل التطويبات وكفر نحوم، من الجهة الشرقية تستطيع أن ترى طبعاً هضبة الجولان أو جبال الجولان، وتحت هذا الجبل منشوف بلدة طبرية أو مدينة طبرية اللي بناها هيرودس أنتيباس تخليداً وتكريماً لتيباريوس قيصر. حديثنا في هذه الحلقة طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، كلمات جميلة جداً صدرت من فم الرب يسوع المسيح في التطويبات. كلمة التطويبات من طوبى، يا لهناء يا لغنى يا لغبطة ويا لسعادة الإنسان، يا لسعادة الإنسان الرحيم الذي يرحم وهو أيضاً ينال الرحمة. على فكرة في كل تطويبة عم نشوف في تقدم روحي، نضوج أكثر نحو الكمال، ومنشوف عمق وبعد روحي لطريقة أو كيفية الرب كيف بتعامل معنا. خلينا نبتدي من أولها. مكتوب حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية. فإذا إحنا مولودين بسبب رحمة الله اللي أشفق علينا، أرسل يسوع المسيح، فلأنه رحمنا فنحن أيضا ننال الرحمة ونرحم الآخرين. وهذا مبني على مبدأ النعمة، نعمة الله الغنية عطيته المجانية اللي ما منستحقها، لكن لأنه الله مد الرحمة إلنا أحبنا ورحمنا في المحبوب يسوع، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. وهذه الطبيعة هي نتاج الطبيعة الجديدة بروح الله، بعمل روح الله في المولودين ثانية أو المولودين من فوق. هذا هو المفتاح للتغيير الصحيح. ننال رحمة فنظهر الرحمة. بتعرف أحبائي، هاي كلمة كبيرة، الرحمة مش بس إظهار الشفقة واللطف نحو البائسين أو نحو الخطاة، لكن أحبائي أن نلبس أحشاء رأفات. والكلمة كلمة رحيم أجت من كلمة الرحم، رحم المرأة، أفلا ترحم ابن بطنها رحمها. بيتكلم عن أمومة الله، يعني بيتكلم عن الله اللي عنده قلب الرحمة، الرحم مثل الإمرأة التي تشفق وترحم على الجنين. نفس الكلمة، تخيل كم الأم بتشفق وعندها الرحمة في هذا الرحم على الطفل. فهكذا نحن موضوع رحمة الله، الله رحمنا من خلال يسوع المسيح. وما أعظم أحبائي هذه الرحمة. هذه الرحمة مش بس بتخلصنا، هاي الرحمة كمان بتلازمنا، يعني بتصير معانا يوم بيوم وكل خطوة. مكتوب عن الصديق عن المؤمن أما الرحمة فتحيط به. فنحن محاطون بهذه الرحمة، نمتلئ بهذه الرحمة ومنتحرك من إطار أو من ضمن هذه الرحمة أيضا. عندما نؤمن بيسوع المسيح مخلصا يعطينا قلبا نقيا، قلبا جديدا، وسلام داخلي.
عندها قبلنا رحمته ونشارك الآخرين في هذه الرحمة. المفروض إن المؤمن يكون عنده رحمة. على فكرة أصعب شيء إنك أنت تتعامل مع إنسان قاسي. تخيل في الزواج إذا الرجل بيكون قاسي جداً على زوجته أو قاسي على أولاده، شو بتكون النتائج في هذا البيت؟ لكن الإنسان اللي مليان رحمة دايماً بيظهر هذه الرحمة للجميع. حتى أحبائي الصديق والمؤمن بسفر الأمثال بيظهر رحمة حتى على الحيوان. فتخيل إنه الإنسان المليان رحمة، الرحم عنده الشفقة أحشاء رأفات، لابد أن يظهر رحمة المسيح وعمل المسيح في حياته. فالمسيح طوب مثل هؤلاء الناس. وبحب أذكر المشاهد إنه لما تكلم المسيح في العظة على الجبل، صحيح إنه هاي المنطقة كانت منطقة يهودية لكن كانت تحت الاحتلال الروماني. الجندي الروماني ما كانش عنده رحمة، لازم يعامل الناس بدون شفقة بدون رحمة، بيد من حديد حتى يفرض السيطرة في كل مكان. وهكذا أحبائي رجال الدين للأسف لم يظهروا الرحمة. أصعب شيء في هذا الوجود لما بكون شخص بيخدم الرب ما عندوش رحمة، بيتعامل مع الناس كحجارة وكجماد، وبيتعامل مع الناس كأنها مش من المستوى. فأنا بصلي إنه الله يلمس قلوبنا بهذه الرحمة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. We don't know exactly where the Sermon on the Mount took place. After all, surprisingly for most people, the Holy Land is full of hills and mountains, and what we call a mount might as well have been a hill. But I think the thing that's important to think about when we talk about the Sermon on the Mount is that in the Gospel of Matthew, Matthew is clearly making a parallel between Jesus giving a sermon on a mount and Moses speaking to the people from Mount Sinai. So for the first readers of the Gospels who would hear this story, they would associate what is happening with Moses as the background character and Jesus speaking forth his understanding of the law and the prophets. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. مثل ما ذكرت أحبائي، لما إحنا منختبر رحمة الله هذه المحبة بتظهر منا للآخرين. والكتاب المقدس مليء بالأمثلة. في إنجيل متى إصحاح 18 الرب يسوع بيتكلم، يعني بيتكلم عن الغفران الغير محدود، وإنه مش 77 مرة. وبعدين بيضرب مثل العبد، كان عنده عبد ومديون 10,000 وزنة، يعني مبلغ هائل جدا. ففي وقت المحاسبة طلب، لكن العبد ابتدأ يسترحم السيد، دخيلك أصبر علي شوية. فالسيد مكتوب عنه إنه تحنن وترك له كل الدين، 10,000 وزنة يعني مبلغ بالملايين. وهو طالع من عند السيد شاف عبد آخر بيشتغل عنده، وهذا العبد الآخر مديون له بس ب100 دينار، فطالبوا بالفلوس. فابتدأ العبد الآخر يسترحم هذا العبد، دخيلك أصبر علي، بس أخذ القبضة، أنا بدفع لك بسدد لك الدين تبعك. ما ردش عليه، مسك في خنائه وأخده للسجن. لما شافوا الرفقاء العبيد شو اللي صار، خبروا السيد. السيد نادى هذا العبد وبعدين اتكلم معاه، فقال له أنا رحمتك
وأنا شفقت عليك وأنا تركت لك الدين كله بالملايين وسامحتك، فما كان ينبغي أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ المفروض أنا سامحتك بالكثير، طب أنت سامحه بالقليل. مكتوب الراحم فبالسرور، المكافأة أحبائي ينال الرحمة. بتعرفوا نعمة الله هي كمان ممدودة بالرحمة. كل إنسان بيستاهل الرحمة، ما في أي إنسان تقول ما بيستاهلش، كل إنسان بيستحق النعمة، لأنه أصلاً لو أنا بستحق بطلت نعمة، لأنه النعمة هي عطية الله بغض النظر، محبة غير مشروطة، رحمة غير محدودة، يده ممدودة للإنسان المحتاج، بعدلناش الخطايا، محبته غير محدودة، يعني يغفر بلا حدود لأنه رحمته غير محدودة. بتعرفوا في الديانات الشرقية في هذه البلاد وحولنا، يعني الله رحيم بيستخدموا الرحمة، لكن ما هو نوع الرحمة اللي بيتكلموا عنها لما في قتل وفي ذبح ولما في إهانة ولما في تحقير؟ وأي صفة احنا عم نعكس صفة الله ورحمة الله من خلال هذا الأمر؟ بتعرف حبائي في الكتاب المقدس بيتكلم عن الرحمة، جعلت موسى يتوسل يترجى الله لأجل مريم أخته اللي هي أهانته، اللي هي اتزمرت وذمت موسى، فطلب من الله أنه يغفر ويرحم أخته مريم التي ضربت بالبرص. الرحمة أحبائي جعلت يوسف أنه يغفر ويسامح لإخوته، لكن لاحظ الكلام، لما استرحمهم لم يشفقوا، يعني كان ممكن يرد بالمثل، لكن كان ناضج، كان مليان رحمة، كان مليان بحضور الله، سامح إخوته وقال أنا أعولكم واهتم بإخوته. تعرف أحبائي معاملات نعمة الله اللي بتعمل الأمور التي لا نستحقها. كل واحد بيستاهل الرحمة ولا لا؟ ارحم عشان ترحم، ما تقول إنه هذا الشخص، كل واحد فينا بطالب الرحمة، الله يعاملنا كما نعامل الآخرين. الرحيم هو الذي يهتم بالآخرين، يهتم باحتياجات الآخرين، الذي يمد يد الرحمة وقلب الرحمة تجاه الآخرين. وأعظم مثل أحبائي منشوفه في الكتاب المقدس، المثل أو القصة اللي ذكرها الرب يسوع اللي منسميها السامر الصالح. في واحد كان نازل من أورشليم إلى أريحا، وطبعا جاءوا لصوص وتعرضوا له، تركوه ضربوه طبعا، وعروه جرحوه، تركوه بين حي وميت. مروا رجال دين من لاوي وكاهن، لكن ما عملوش أي شيء. بالنهاية مر واحد سامري، عالجه بالزيت وبالخمر، طهر له جروحه، أركبوا على الدابة وأخذوا إلى الفندق ودفع الأجار، وقال يعني انفق عليه، يعني شو يعني بكلف أنا مستعد أدفع. فلما سأل يسوع معلم الشريعة، قال للذي صنع معه الرحمة، قال افعل هذا. أحبائي الرب بشوف القلب، بشوف النية، وبشوف الدوافع. ما أجمل القلب الطيب، وما أجمل القلب المليان رحمة. بصلي إن الرب يملأك رحمة اليوم، وفعلا نعكس هالرحمة على الآخرين. أعزائي المشاهدين، مرة تانية من بحيرة طبرية بصلي وبتأمل إنه استمتعتوا بهذا التعليم. يسوع هو مثالنا، ويسوع هو فعلا فخرنا، لأنه منحاول نتمثل بيسوع المسيح في كل شيء عمله. طبعا اللي بيختبر رحمة الله، رحمة يسوع، لابد إنه يمارس هذه الرحمة مع الآخرين.
بتعرف أحبائي، حلو أنه نتذكر في هذه الأوقات أنه نصلي أنه الله يرحم بلادنا ويرحم مناطقنا ويرحم شعبنا أيضا. قال يسوع: سعيد هو الذي يرحم، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أنا بصلي اليوم أنك تخبر رحمة المسيح من خلال عمل الروح القدس، وعندما تختبر هذه الرحمة من خلال نعمة المسيح تتغير حياتك، ورح تعكس هذه الرحمة على الآخرين. الرب يباركك.